نهدف من هذا اليوم إلى غرس ثقافة وقائية توعوية لدى جميع المواطنين. طبعا احنا في فصل الحرارة، فصل أخطار الصيف، الغرق في المسطحات المائية والحرائق، إلى أن نعتبر أن هذا اليوم يوم تحسيسي استباقي تحضير لموسم الفيضانات. مديرية البيئة قامت بإحصاء 15 نقطة سوداء على مستوى ولاية قسنطينة، واتصلنا بالمؤسسات العمومية للبلديات لزيبيك دويلاية، وعطينا لهم هذه النقاط السوداء من أجل عملية التنظيف والتكتيف سيرتو في المناطق هذه السوداء.